السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة بداية فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة جيمنج مع يوميات محمد أحمد. النهاردة يا جماعة بداية فيديو جديد وحلقة جديدة. طب يا جماعة انا بقى دلوقتي يا جماعة الفيديو التاني ليا، اكون يا جماعة فرحان. والفيديو التاني ليا برضك ما نزلش جيمنج، او فيديو تاني ليا ما نزلش جيمنج. هو يا جماعة زي ما انتم يا جماعة شفتوا من عنوان الفيديو، انا هنزل هفتح التعليقات اه ولا لأ. في الحالة دي يا جماعة انا ممكن اقول لكم اه، انا باذن الله هفتح التعليقات على الفيديو ده، تمام؟ ومعلش لان الفيديو اللي فات وعدتكم، الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله وعدتكم ان انا هفتح التعليقات وانا ما فتحتش تعليقات. يا جماعه بتاسف لكم، ام سو سوري، وما تزعلوش مني يا جماعه. بس والله العظيم انا يا جماعه باجي افعل الخاصيه بتاعت فتح التعليقات، ببص على الفيديو ما بلاقيش، بنسى اصلا. يعني المفروض الخاصية بتفعل كم مرة، تمام؟ او انا فعلتها كده اي كلام، تمام؟ وجيت فكرتها خلاص اتفعلت بقى، تمام؟ جيت ببص ما لقيتش حاجة. فبإذن الله يا جماعة هفتح يا جماعة التعليقات على الفيديو ده. وطبعا يا جماعة الفيديو ده تمام مدته قصيرة، لان يا جماعة انا عايزة في يا جماعة مفاجأة جامدة جدا جايلكم بإذن الله. يوم اللي هشوف عارفة انزل يوم الاثنين جاي ولا لأ. بس فيديو جيمنج جامد، يعني من النوع اللي انتوا بتحبوه، الفيديو جيمنج اللي انتوا بتحبوه اكتر حاجة انتوا بتحبوها انا هنزلها بإذن الله. وشكرا جدا ليكم يا جماعة على اخر فيديو انا نزلته، لقيت يا جماعة فيه مشاهدات، وشكرا ليكم جدا 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 جدا. و I love you I love you I love you. معلش انا بقولها بطريقة كده بس speak English. معلش I love you I love you too I love you too. متابعيني انا بحبكم يا جماعة جدا. بس يا جماعة عايز يا جماعة المشتركين اللي قالوا من عندي عايزهم يزيدوا اكتر. معلش هضطر يا جماعة اضغط عليكم شوية، وانا بضغط يا جماعة بتعب كده. يا جماعة نهاية الفيديو، ما تنسوش يا جماعة تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملي تعليق حلو كده ولايك حلو. بإذن الله هفتح التعليقات. سلام.